في تاريخ دمشق كتاب ينقل أنه كانت للإمام جارية، الجارية مثل الخدم الآن مع بعض المفارقات. الجارية كانت تسكب الماء على يد الإمام، حدثت منها غفلة فسقط الإبريق على وجه الإمام فشج وجهه وأخذت الدماء تسيل من وجه الإمام صلوات الله عليه. إحنا إذا كنا في هذا الموقف، الخدامة في البيت سوت هذا العمل، ماذا كان موقفنا حقيقة؟ الإمام السجاد صلوات الله عليه لم يقل لها شيئا. شوف الجارية اللي تنشأ في بيت الإمام السجاد هكذا تنشأ. الجارية نظرت إلى الإمام وإلى الدماء السائلة من وجه الإمام فقالت: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال الإمام صلوات الله عليه: كظمت غيظي. أرادت المزيد فقالت: والعافين عن الناس. فقال صلوات الله وسلامه عليه: عفى الله عنك، أنا عفوت عنك. ومرحلة أكثر، أطلب من الله أن يعفو عنك. طلبت المزيد قالت: والله يحب المحسنين. الإحسان يعني الزيادة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت حرة لوجه الله. إذا الإمام مع جارية ضعيفة، الخدم أضعف الناس عادة، شوفون في بعض البيوت شلون يتعاملون مع الخدم. إذا الإمام مع خادمة ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا هكذا يتعامل، مع البقية كيف يتعامل؟